دكتور رغدة مغفر، وكيل لجنة التضامن، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية. أحب أهني شعب الإسماعيلية كله بالعيد الفطر المبارك، أعطاه الله عليكم بالخير والبركات. أحب أهدي شعب الإسماعيلية كله السعادة والابتسام إن شاء الله، يكون عيد جميل علينا إن شاء الله بإذن الله. طبعا أحب أحذر أهل الإسماعيلية من هم لازم ناخد بالنا من الإجراءات الاحترازية عشان خاطر نتلاشى الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله بأقل الخسائر، عشان خاطر إحنا كشعب مثقف بنحب التجمعات، بس لازم نفقه إن دلوقتي فترة عصيبة على مصر كلها، لازم نراعي الإجراءات ونتابعها على قدر الإمكان خوفا على أهلنا ومصلحة الوطن. وأعده الله علينا كلنا خير واليوم والبركة.